يعني لسه الفكره موجوده ولسه نفسي اعملها. لو في جزء رابع هيبقى بيرد الجزء الرابع. لسه فيلم شايب عايزين نحسن الشخصيه تستاهل يعني تستقل في المعزل اللي كان دايما عاملين الخطه دي. فانا عندي البلان بس اتمنى الظروف تساعد يعني. يعني الشايب لسه برضه فكره قائمه. طبعا. دايما كان في فكره انه الجمهور المصري مش متعود قوي على افلام الاجزاء. كسرنا القاعده دي اعتقد بولاد رزق. هي سوري. يعني هو في ثلاث اجزاء اتعملت قبل كده، اربعه ما اتعملتش خالص. فاتمنى نعمل احنا كمان بس نعمل اربعه. ان شاء الله. موسى انتاجيا كم كان صعب هذا الفيلم انتاجيا؟ سواء من ناحيه الانتاج او اللوجيستكس زي ما بيقولوا او مسؤوليات الانتاج ما بين هنا وبين السعوديه طبعا. لا طبعا هو احنا لما بنعمل اي حاجه اكشن طبعا بيبقى صعب. فالمره دي طبعا كان طلعنا نعمل اكشن في السعوديه اللي هو انا شخصيا ما صورتش قبل كده هناك. فكانت الفكره ان احنا طبعا نروح بلد لسه ما صورناش فيها فمش عارف اللوجيستكس ازاي، بس طبعا الناس هناك فتحوا لنا كل حاجه وكان الموضوع سهل الحمد لله. بس يعني كان وقت مجهود اكيد. ال ال ال